ما هي الوجهة المقبلة لبهاء فيصل؟ يعني حتى اللحظة، حتى أكون صادق، حتى اللحظة لم يتلقى نادي الوحدات كتاب رسمي برغبة نادي الكويت الكويتي بضم اللاعب بهاء فيصل، لكن على المستوى الفني بهاء فيصل إضافة كبيرة للفريق. بهاء فيصل لاعب مهم جدا بالنسبة لنا في نادي الوحدات. لغاية اللحظة أنا لم أستلم من نادي الوحدات أو من إدارة نادي الوحدات أي شيء بخصوص بخصوص احترافه. بهاء فيصل، ويعني كان إلي كلام مع بعض الإداريين. هنالك عرض شفوي من نادي الكويت الكويتي بالأمور المالية فقط، لذلك نادي الوحدات طلب منهم إرسال كتاب. في حال أرسلوا كتاب بلا أدنى شك أنا راح يكون إلي يعني وقفة، وراح يكون إلي رد على هذا الكتاب، لأنه بهاء فيصل يعتبر قيمة كبيرة حاله حال زملائه بالفريق. طيب بدناش نستبق الأحداث، جمال محمود المدير الفني لفريق الوحدات، هل سيقبل بمغادرة بهاء فيصل إلى الكويت الكويتي؟ بهاء فيصل بالنسبة إلي لاعب مميز جدا ومن أهم الأوراق. لن أقبل ولن أوقع على كتاب إعارة بهاء نهائيا. بالرضا، لا 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 قطعيا، طيب إلا إذا كان هنالك حلول أخرى. الحلول الأخرى استقطاب. سوف نجلس ونتشاور فيها بكل طيب. أمانة، لكن أنا بهاء فيصل الآن رقم بالفريق الهداف الدوري، يعني لا هو يمكن حل، بهذه القيمة. بهاء هو فيصل مفتاح الوحدات الى كل اللقب. الأهداف التي سجلت في مرحلة الذهاب بهاء من بهاء فيصل فيصل وقع عليه. كانت مؤثرة، مؤثرة تمام. 1-0، 2-1، 2-0، كل الأهداف كانت مؤثرة. لا يمكن أن أتخلى عن ورقة رابحة من شأنها أن تعزز مقدرتنا على المنافسة على لقب الدوري. تمام. وإلا يعني الجمهور كله ببداية الموسم لم ينتظر من بهاء تقديم هذا المستوى، وعندما ظهر بأحسن مستوياته الآن نستغني عنه، هذا أكيد يعني صعب جدا مرفوض. إذن شكرا للكابتن جمال محمود.